بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نراجع اليوم إن شاء الله تعالى الإملاء والترقيم للاختبار النهائي للصف الخامس الفصل الدراسي الثاني. بسم الله نبدأ. هنا معنا فقرة وأسفل الفقرة مجموعة من الأسئلة. نأتي إلى السؤال الأول، ضع علامة الترقيم المناسبة بين القوسين في الفقرة السابقة. قال أحدهم لصاحبه، لاحظوا عندنا قال، دائما إذا رأيتم قال يقول، قالوا، قولوا، قلنا، قالت، فيجب أن نضع ماذا؟ نقطتين رأسيتين. ما سر هدوء قلبك؟ علامة استفهام. لماذا؟ لأنه يوجد عندنا سؤال هنا، ما؟ قال لاحظ هنا أيضا، قال نقطتين رأسيتين. منذ عرفت الله ما أتاني خبر إلا توضأت وصليت شكرا، هنا فاصلة، وما أصابني ضر إلا توضأت وطلبت صبرا، نهاية الفقرة نقطة. استخرج من الفقرة السابقة ما يأتي، كلمة بها همزة على السطر. لاحظوا هنا كلمة هدوء، الهمزة على السطر. ثانيا باء، كلمة بها همزة متوسطة على ألف، كلمة متوسطة على الألف وهي توضأت، هذه همزة متوسطة على الألف، فهذه الإجابة لباء. السؤال الثالث، بين سبب كتابة الهمزة في الكلمات التي تحتها خطف الجمل. نأتي إلى الجملة الأولى، لا بأس عليك، لماذا رسمت الهمزة على الألف؟ ما هو السبب؟ لأن الهمزة ساكنة وما قبلها مفتوح، الباء مفتوحة. باء، يستخرج الماء من البئر، لماذا رسمت الهمزة هنا على النبرة؟ لأن الهمزة ساكنة والباء الحرف الذي قبلها مكسور، وتحفظ هذه القاعدة. السؤال الرابع، اختر الكلمة المناسبة. أذن المؤذن للصلاة، ما هو الرسم الصحيح للهمزة؟ هل ترسم الهمزة على الواو أم على الألف أم على النبرة؟ المؤذن، الإجابة هي الأولى. لماذا؟ لأن الحرف الذي قبل الهمزة مضموم، وإذا كان الحرف الذي قبل الهمزة مضموما ترسم الهمزة على الواو. ب، لا ترد سائلا، ما هو الرسم الصحيح؟ هل ترسم على الألف أم على النبرة أم على الواو؟ الإجابة الصحيحة سائلا، لأن القاعدة تقول إذا كانت الهمزة مكسورة فترسم الهمزة على النبرة. السؤال الخامس، اكتب البيت الآتي مراعيا قواعد خط الرقعة. هذا تدربنا عليه كثيرا وتدربتم عليه أيها الطلاب الأعزاء في الصف، كيف نكتب بخط الرقعة. النص الثاني من أسئلة السنوات السابقة. السؤال الأول، ضع علامة الترقيم المناسبة بين الأقواس في الفقرة السابقة. هنا غدا العاملون في الإذاعة وجميع المشرفين على برامجها، ومن يعاونهم من الفنيين والمخرجين يدركون. إذن هنا معنا فاصلة، هذه الوسيلة الإعلامية الكبرى لأنها، هنا فاصلة منقوطة. لماذا؟ يوجد عندنا لام سببية. دائما إذا رأيتم بعد القوسين لأن أو لأنها أو لأنهم، دائما ضعوا فاصلة منقوطة. السؤال الثاني، استخرج من الفقرة السابقة ما يأتي، كلمة بها ألف مقصورة. الألف المقصورة ترسم هكذا، والألف الممدودة ترسم هكذا. نريد أن نستخرج الآن ألفا مقصورة، لاحظوا هنا كلمة جدوى، الألف فيها مقصورة، وأيضا الكبرى الألف فيها مقصورة. أما الألف الممدودة مثل القضايا، هذه ألف ممدودة.
السؤال الثالث، علل حذف همزة ابن. لاحظوا كلمة ابن، لماذا حذفت الهمزة في العبارة الآتية؟ عمر بن الخطاب. لاحظوا هذه الهمزة ابن تكتب هكذا. الآن هنا يقول لماذا حذفت همزة الوصل؟ الإجابة لأنها وقعت بين اسمين علمين، عمر اسم علم والخطاب اسم، فبالتالي تحذف الهمزة. صحح الخطأ مع ذكر السبب في الجملة الآتية: الإسلام دين الهدى. الهدى الخطأ هنا، كيف تكتب كلمة الهدى؟ تكتب هكذا، الهدى، الألف بدل أن تكون قائمة تكتب ألف، ألفا مقصورة. لماذا؟ لأن أصل الألف المقصورة هذه أصلها ياء. السؤال الرابع، صحح الخطأ مع ذكر السبب. الإجابة: الإسلام دين الهدى. الإجابة نفس الإجابة السابقة أجبنا عليها قبل قليل، هذا نفس السؤال. خامسا، تكتب الألف في أواخر الأسماء والأفعال غير الثلاثية ممدودة، متى؟ إذا سبقت بحرف الياء. إذن هذه القاعدة تحفظ. سادسا، تخير الإجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة. ألف، تكتب الألف في أواخر الأفعال والأسماء الثلاثية مقصورة إذا كان أصلها ماذا؟ إذا كان أصلها ياء. إذن تكتب الألف مقصورة هكذا إذا كان أصل الألف ياء. ب، تحب سما قراءة الكتب المفيدة. الكلمة المناسبة للفراغ في الجملة السابقة، كيف تكتب سما؟ سما هنا اسم علم، هل نكتب سما هكذا أم هكذا؟ أم سماوة أم سماي؟ ما هي الإجابة الصحيحة؟ الإجابة هي سما بالألف القائمة، لأنها أصل الألف، لأن أصل الألف هنا واو. الآن معنا هنا الفقرة، ضع علامة الترقيم المناسبة بين القوسين. هنا قال صلى الله عليه وسلم: تعلموا العلم فاصلة منقوطة فإن، لأن هذه الجملة سبب في الجملة التي بعدها، وأيضا هنا معنا أيضا فاصلة منقوطة، لأن هنا يوجد عندنا لأنه لام السببية. نريد أن نستخرج فعلا منتهيا بألف مقصورة وهو صلى، هذا فعل ماض انتهى بالألف المقصورة. اسما منتهيا بألف ممدودة، كلمة الدنيا. وسؤال ثالث، ضع دائرة حول الرمز الصحيح. مضارع الفعل سما هو يسمو، كتبت الألف هنا ممدودة أو قائمة لأن أصل الألف واو. المعلم القصة للتلاميذ، روى، كيف تكتب روى؟ هل تكتب بالألف القائمة أم بالألف المقصورة؟ الإجابة هي رابعا، تكتب مقصورة، لأن أصل الألف المقصورة هنا ياء بدليل المضارع يروي. إذن تكتب الألف هكذا بالألف المقصورة وليس بالألف القائمة. السؤال الأخير، صوب الخطأ فيما تحته خط. ابن بطوطة رحالة عربي. هذه همزة محذوفة، يجب أن تكتب همزة ابن، همزة وصل تكتب لأنها جاءت في بداية الجملة. هنا مؤسس الدولة البوسعيدية هو الإمام أحمد بن سعيد، تحذف هنا همزة، هذه هي الكتابة الصحيحة. همزة ابن هنا تحذف، لماذا؟ لأنها وقعت بين علمين، بين اسمين علمين. وهكذا نكون وصلنا لنهاية هذا الشرح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.